السلام عليكم الزملاء في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في، وكذلك جياسكا اخبار التي دائما ما توافيكم بالحصري والجديده على اخبار شبيبه القبائل. يعني حصريا اخر معلومه وصلتنا اليوم عن جديد اخبار شبيبه القبائل، وهي انه شبيبه القبائل راهي في تربص بالعاصمه لمده أسبوعين، يعني 15 يوم لمدة أسبوعين عندها تربص في العاصمة. ما راحت لا لتونس ولا تركيا ولا أي بلد من البلدان يعني الخارجية، ولكن تربص تاعها راهو في العاصمة فقط داخل الجزائر. يرتقب أن تدخل تشكيلة شبيبة القبائل بداية من الأحد المقبل في تربص مغلق يعني بالعاصمة، يستمر لأزيد من أسبوعين يعني ضمن المرحلة الثالثة من التحضيرات الصيفية. نتمنوا لهم إن شاء الله يا ربي كل التوفيق لشبيبة القبائل، ونتمنوا منكم أنتم كذلك كمحبين وأنصار شبيبة القبائل تعطيونا الرأي تاعكم يعني في التربص بالعاصمة، هل سيكون مفيد لشبيبة القبائل أم أنه سيكون مفيد لها لو قدمت التربص يعني في خارج الوطن الجزائري؟ وربما سيكون أفضل لكم دائما الحكم في التعليقات، ونتمنى إن شاء الله كامل تفيدونا يعني بالخبرة تاعكم الكروية في كرة القدم. والسلام عليكم ورحمة الله.